شارك العديد من البوليفيين في مهرجان أليسيتاس في العاصمة لاباز، وهو مهرجان سنوي يعرض فيه الكثيرون السلع والبضائع في ملتقى تجاري شعبي يتميز بجو مفعم بالبهجة. ويتوافد البوليفيون كل عام في هذا التوقيت على المهرجان الذي يتوقون فيه إلى تحقيق آمال وأمنيات جديدة في العام الجديد، وذلك من خلال عمل أو شراء نماذج مصغرة لكل ما يتمنون مثل السيارات وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية أو القيام برحلات خارجية. أعتقد أنه شيء يبعث على تشجيع المواطنين على استخدام العربات المعلقة، وكذا تشجيع البلاد على إنجازاتها مثل القمر الصناعي توباكاتاري الذي يعد إنجازا كبيرا لنا نحن في بوليفيا. ويسود اعتقاد في أن هذه النماذج الصغيرة ستصبح حقيقة فيما بعد مع تحقق الأمنيات. وترجع جذور مهرجان أليسيتاس التاريخية إلى الإله أكيكو إله النماء، الذي اعتقد في السابق أنه يساعد في تحقيق الأمنيات التي يمثلونها بنماذج صغيرة إلى حقيقة. وائل جمال، رويترز.